تهمتك؟ تاجر مخدرات. شلون بديت تجارة المخدرات؟ بديت تعرفت على شخص أعرفهم على طريقة نسيبي وطرحوا علي هذا الموضوع أشتغل وياهم بهاي الشغلة. شنو هاي الشغلة؟ شنو الشغلة؟ تجر مخدرات. قلت لهم ليش انتم ما اختاريتوني؟ قالوا انت شي شوي رجل كبير بالعمر وزيك زي عربي وشيبه وشغلات وما حد يفتشك بالسيطرات. قنعوني. وبعد استمريت وياهم، ياخذون سياره يترسونها يخلون وين؟ بالبطاين مال السياره. شو يخلون؟ يخلون مخدرات، يخلون كريستال، يخلون حبوب. وبعد ازيد من مره، ازيد من 3 مرات استمريت وياهم بهذا العمل. منين تجيبهن وين توصلهن؟ اجيبهن من محافظه ميسان البغداد للكرخ. ايش قد تقريبا كميات خلال هالفتره اشتغلت وياهم نقلتها؟ الكريستال تقريبا بال 60 50 60 شنو؟ 60 كيلو. وبعد شو يسموه الحشيشه بال 50 40 والحبوب بال 20 الف ازيد والله. من يلقى القبض عليك؟ جهاز امن الوطني.